لو نتساعد لو بنبادر لو نتعامل بمشاعر خطوة بتصفي بالآخر منهج خلي التسامح مبدأنا والتغيير بيبدأ منا بتصير الأخلاق عنا منهج منهج للخير منهج إيمان منهج للغير ولكل إنسان بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في الحلقة رقم 15 من منهج، واليوم 15 رمضان، وها قد انتصف رمضان، وما أسرع أيامك يا رمضان. نستقبلك بشوق ونودعك ربما بشوق لكن بسرعة. الله تعالى أسأل أن تكون أيامنا كلها طاعة وعبادة وأمان وسلام كل البشر يا رب العالمين. موضوعنا اليوم موضوع مهم جدا، كلمتان لكنهما في غاية الأهمية. كلمة أنا آسف أو عبارة أنا آسف من كلمتين، وحبيت أحكي الموضوع لأنه في زاويتين عن جد عم بستغرب منهم، وسامحوني جدا، من الأهل داخل الأسرة. السؤال الأول أو الموضوع الأول هو سؤال، وبرضو الثاني سؤال. السؤال الأول بيقول لك يا أخي معقول نحكي أنا آسف لابني وبنتي؟ الجواب طبعا، الجواب الاعتذار قوة مش ضعف، الاعتذار تواضع مش تكبر. فطبعا وعن جد في بعض الأهل، سامحوني جدا، اللي بعتبرهم تربويين مميزين أحيانا، بقول لك يا عمي أنا بستغرب، أنا ما بقدر، نفسي ما بترضى أحكي لابني أو لبنتي، سواء كان طفل أو كان يافع أو طفلة أو يافعة، أنه أنا آسف ماما بهمش، أنا عن جد عارفي غلطي قدامك أو معاكي. طبعا هذا شيء أساسي في تربية الأبناء، حنحكي عنها بعد شوية. السبب الثاني هو سؤال بعض الناس وبالذات في العلاقة الزوجية، اللي عم بيحكوا معقول أنا أعتذر لزوجتي؟ خاصة بصراحة بنشوفها من الأزواج الذكور مع الزوجات الإناث، ومرات بنشوفها من الإناث مع الأزواج. معقول أنا أتنازل وأحكي لزوجتي أنا آسف؟ يا ابني هذا مش تنازل، هذا واجب وهذا حق وهذا أصلا تواضع. هذا عبارة عن أنك تعمل لزوجتك قيمة رائعة وتعبير رائع لقيمة زوجتك جوا قلبك. لما أنت عن جد تكون غلطان، من حقها عليك تقولها أنا آسف، أنا بعتذر، أنا غلطان. بل بالعكس، وسامحوني، والبعض بيحكي إني رصير النساء، هذا مش أنا بس، محمد صلى الله عليه وسلم حثنا على رفقا بالقوارير، ومات صلى الله عليه وسلم حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يوصينا بالنساء، استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. مش مغاوزة، هذا ديننا وهذا إسلامنا. بقول من حقها عليك لما هي تكون غلطانة معك وبتعرف أنت إنه اعتذارك إلها راح يجعل البيت وراح يجعل قلبها سعيد، اعتذر إلها. دورك تعتذري لي ودوري اعتذر لك، مش هيك؟ حتى الاعتذار أرقى من أن نقسم دورك ودوري بالاعتذار. كل إنسان بيقدر يقدم، كل زوج يقدم راحة بال زوجته، وكل زوجة بتقدر تقدم راحة بال زوجها وهناء وسعادة الأسرة بالاعتذار. أنا آسف أو أنا آسفة، عليه أن يقوم بذلك. هل هذا المبدأ في الإسلام؟ الجواب نعم، جواب بلا شك نعم. من أغرب وأجمل المواقف ما ذكر في القرآن الكريم اللي هو عبس وتولى، أذكركم فيها. هل اعتذر النبي؟ نعم اعتذر النبي. من عبد الله بن أم مكتوم، صحابي ضرير إجل النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله، والنبي صلى الله عليه وسلم مشغول بشؤون الإسلام ودعوة الناس، فالنبي يعني عبس بوجهه مع أنه ضرير، أنه يعني مش وقتك يا عبد الله يا ابن أم مكتوم لأنه أنا مشغول بالدعوة. فعبس النبي صلى الله عليه وسلم بوجه عبد الله أم مكتوم، فالله سبحانه وتعالى أنزل سورة كاملة، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، الآيات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم
كل ما يشوف عبد الله بن أم مكتوم يعتذر له بطريقة محببة ويرحب به ويقول أهلا بالذي عاتبني فيه ربي، إنه أنا بعتذر لك والله عاتبني بسلوكي معك، أنا آسف يا عبد الله يا ابن أم مكتوم. فالاعتذار قوة، الاعتذار روعة، الاعتذار تميز عند الإنسان. موضوع آخر، مرة صار احتكاك بين سيدنا أبو ذر الغفاري وبين سيدنا بلال بن رباح، وسيدنا أبو ذر عاير سيدنا بلال وحكى له يا ابن السوداء، لأنه سيدنا بلال أسود، والنبي صلى الله عليه وسلم عاتب أبو ذر وقال إن فيك خصلة من خصل الجاهلية يا أبا ذر. فأبو ذر ما تكبر وما قال لا أنا مش غلطان ولا انسحب من المجلس، بالعكس أبو ذر من أثرياء الصحابة، وضع أبو ذر وجهه وخده على الأرض وقال والله لن أرفعها حتى يدوس عليها بلال، حتى يطأ بلال بقدمه على خد الآخر، خد على الأرض وخد. سيدنا بلال شوف الاعتذار قاسي قاسي. سيدنا بلال ماذا فعل؟ يعني موقف جميل من الصحابة، وضع ركبته، لأنه صار حارف سيدنا أبو ذر، وضع ركبته على خد سيدنا أبو ذر، لأنه أقسم أنه يجب أن تضعه القدم وقدم والركبة من القدم، وقبله ثم قام. فسياسة الاعتذار، ثقافة الاعتذار هي أصل من أصول الإسلام، وهي أصل من أصول علم السلوك الإنساني الراقي، اللي ممكن الإنسان يعبر فيه عن زاويتين. الزاوية الأولى هذا مفهوم الاعتذار، اعترافي بالخطأ، والأمر الثاني وعد بأن لا أعود له ما استطعت إلى ذلك سبيلا. يا ريت ثقافة شوفت الحال يا ريت ثقافة التكبر من الأزواج والزوجات أو من الوالدين أو حتى من دكتور الجامعة أو المعلم المدرسي أو السواق اللي وراء الستيرينج السيارة في كل المجتمع، يا ريت هاي الثقافة، ثقافة التكبر والاعتداد بالذات الوهمية، نكسرها بالاعتذار. قوة لما تكون أنت جاي بشارع خاطئ وأنت ماشي بسيارتك وممنوع المرور، للأسف للأسف عم بحكي هذا بعض الأحيان موجود، واحد جاي بوجهك طريق إله، تعتذر له تقول له أنا آسف حقك عراسي، مش يعني تقعد تجازف وتناكد وتصرخ وتأذي الناس جراء التكبر، مرض التكبر اللي جواتك. يا ريت لما تعرف إنه اعتذارك من زوجتك بدل ما تناموا جنب بعض ظهرك لظهرها وهي متضايقة من كلامك أحيانا القاسي وانت متكبر ومتعجرف ومش شايف إلا حالك وداير ظهرك، وأنا بعرف من جواتك الخير موجود، بعرف النشمة اللي جواتك حي وفي جواتك ملاك عم بقول لك يا أخي لف ظهرك، اعتذر لها، قولها أنا آسف، أو أي سلوك هي بتحبه منك حتى تنام هاي الزوج اللي جنبك، هاي الأمانة اللي أنت شهدت ربنا على أنك ترعاها وتحميها وأخذتها بعهد الأمان بينك وبين ربك، دير ظهرك عليها، دير وجهك إلها وقولها أنا آسف، أو تقرب منها حتى حقيقة أنه تكون الأمور إيجابية ونعيش بسعادة. عمر التكبر ما جاب إلا التعاسة، ودائما الاعتذار والتواضع ما بيجيب إلا سعادة إلك ولأسرتك ولزوجتك ولزوجك. تقرير ميداني واستطلاع رأي ميداني من المبدع محمد الفاعوري، حاول أنا آسف نسمعه وراجعين، خليكم جنب رؤية. مرحبا، كيف حالك؟ كنا أسألك سؤال، الاعتذار قوة ولا ضعف؟ لا الاعتذار قوة. عمرك اعتذرت من طفل؟ اي نعم، ليش ما اعتذر؟ الطفل مو انسان؟ الاعتذار قوة ولا ضعف؟ لا الاعتذار قوة. عمرك غلطت بحق طفل صغير واعتذرت له؟ اعتذر اذا غلطت بحق طفل صغير ببوسه بعتذر منه، اصلا هاي قمة الرجولة. عمرك اعتذرت من طفل صغير؟ مش بتذكر له، كان اذا غلطت بحقه بعتذر له. برايك الاعتذار قوه ولا ضعف؟ لا هو قوه وليس ضعف. عمرك اعتذرت من طفل صغير؟ نعم. الاعتذار قوه ولا ضعف؟ قوه اكيد، قوه اكيد الاعتذار. عمرك اعتذرت من طفل صغير اخطات بحقه؟ نعم، ابني اعتذرت منه. الاعتذار قوه ولا ضعف؟ يعني اللي بيعتذر يعني، وفي ناس بيحس بغلط وبيعتذر،
في ناس ما بتحسش بغلط وما بتعتذر. عمرك انت حسيت بغلط واعتذرت؟ نعم حسيت بغلط واعتذرت كثير، يعني مثلا اتناقر مع زاري اتناقر اقول له اسف حقك علي. الاعتذار قوه ولا ضعف؟ اعتذار قوه. طيب عمرك اعتذرت من طفل صغير غلطت بحقه؟ اه طبعا. الاعتذار قوه ولا ضعف؟ لا قوه. عمرك غلطت بحق طفل صغير واعتذرت له؟ اه نعم. لا الاعتذار هو قوه. طيب عمرك غلطت بحق طفل صغير واعتذرت منه؟ لا لا انا بحل على الصغير قبل الكبير. برايك الاعتذار قوه ولا ضعف؟ لا قوه. عمرك اعتذرت لطفل صغير؟ لا لاني ما غلطت بحقه. لا قوه. عمرك اعتذرت من طفل صغير؟ اه كثير، للرجوع على الخطا فطيله. الاعتذار قوه ولا ضعف؟ لا اكيد قوه الاعتذار. عمرك اعتذرت من طفل صغير؟ اكيد 100%، خاصه اولادي يعني. مرحبا، كنت اسالك سؤال سريعا، الاعتذار قوه ولا ضعف؟ لا قوه. عمرك اعتذرت من طفل صغير اسات له؟ نعم مش غلط هذا. الاعتذار قوه ولا ضعف؟ لا قوه. عمرك اعتذرت من طفل اسات له؟ اكيد لازم لازم طبعا، ما في احلى من التسامح والاعتذار اذا في خطا. أشبه. عشان تربيه على تربيه سليمه. برايك الاعتذار قوه ولا ضعف؟ لا قوي. طيب عمرك اعتذرت من طفل اسات له؟ كثير. مرحبا كيفك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله. بدي اسالك الاعتذار قوه ولا ضعف؟ لا قوه. عمرك اعتذرت من طفل؟ إذا غلطان له أعتذر له، ليش لا؟ الاعتذار قوة ولا ضعف؟ لا قوة طبعا. عمرك اعتذرت من طفل؟ طبعا، حتى ما هو رجل المستقبل لازم. والله مش كل الأحيان بكون قوة، مش كل الأحيان بكون ضعف. بعض مرات اعتذار على خطأ أنا بحس ضعف ومش مطلوب. اعتذار بقوة، العفو عند المقدرة، صح. حياكم الله من جديد كالعادة، عن جد تقرير رائع ومبدع من محمد الفاعوري والزملاء جميعا، وبجوز أول حلقة الكل بيجمع على نفس الرأي، نعم الاعتذار قوة، ونعم أو غالب الإجابات أنه نعم اعتذرت من أطفال صغار أخطأت بحقهم. أتمنى أن يكون هذا الشيء موجود وهذا الشيء حقيقة مطمئن بشكل صحيح وبشكل كامل. لكن بدي أحكي شغلة مهمة جدا، أنه أرجو أنه ما نربط عن جد حلقة اليوم باللي صار مبارح. يعني أنا مش حلقة سياسية، حلقة سلوكية، مع أنه أولى الناس بالاهتمام بسلوكيات صحيحة هي حكومتنا الرشيدة، لأنه عن جد يا حكومتنا دائما الاعتذار على الخطأ فضيلة، ودائما مراجعة النفس على الأقل فضيلة. وعلى فكرة عكس الاعتذار هو التصعيد، سواء في البيت ولا في أي مكان. لما أنا أعرف حالي غلطان وأبدأ أصعد الأمور وأرفع أسعار أو أرفع الميزانية البيت وغيرها، معناته أنا بدي أراجع حالي شوي، بدي أكون أكثر سياسة وأكثر حكمة وأكثر حنكة وأكثر ذكاء في التعامل مع الأحداث اللي ممكن تمر بي. فلا تربطوا أبداً حلقة اليوم، عن جد هي مرتبة من قبل رمضان، الحمد لله الحلقات جاهزة والتوزيع موجود، لكن بالصدفة صار، ما قصنا يعني أي إساءة لأي حدا. منذكر بأنه السلوكيات الجميلة والاعتذار وحكم على رأسي ودائما الرجوع حقيقة عن الخطأ فضيلة زي ما بنعرف، وهذا مبدأ أساسي في الحياة. ودائما ترى سواء بين الحكومة والشعب أو بين الزوج والزوجة أو بين الوالدين والأبناء أو بين المعلم والطلاب والطلبة، دائما لما إحنا نكون نعترف بأخطائنا نكبر بأعين أبنائنا، نكبر بعين الشعوب الحلوة الراقية اللي حوالينا. ودائما السياسة بدها حكمة وحنكة وبدها ان تطبيق مبادئ السلوك الإنساني الحقيقي على سلوكيات وردات أفعالنا. أنا بحكي سواء حكومة أو شعبا، وإحنا بالأخير واحد، عمر الشعب ما كان مفصول عن الحكومة، وعمر الحكومة ما كانت إلا من الشعب نفسه، إلا تسعى لمصلحة الشعب وخدمة الشعب. فياريت ما نربط الحلقة بالسياسة وب الموضوع اللي بنحكي فيه اليوم. أنا آسف، بدي أذكر بموضوع مهم جدا اللي هو علم السلوك. بحكي لنا بأنه في نوعين من السلوك إجمالا، يا إما في سلوك منفر زي الإصرار على الخطأ، سلوك
الكل ينفر منك ويبتعد عنك، وفي حقيقة سلوكيات أخرى ودودة إحنا بنسميها زي الابتسامة زي الاعتذار. يا ريت نركز في الأسرة وفي غير الأسرة على السلوكيات الودودة بشكل أكثر من السلوكيات المنفرة عن الآخرين منا. فاصل وحنواصل حبا وكرما، خليكم جنب رؤية. حياكم الله من جديد، وموضوعنا أنا آسف موضوعنا ثقافة الاعتذار التي يجب أن تعود وبروعة لأسرنا ولشوارعنا اللي موجودة في الأردن. وبذكر بأرقام الهواتف اللي عم تظهر بأسفل الشاشة، بنتشرف دائما بسماع اتصالاتكم وأسئلتكم وتعليقاتكم وملاحظاتكم حول موضوع برنامجنا اللي هو الاعتذار أو أنا آسف، وبالذات داخل أروقة الأسرة اللي هي اللبنة الأساسية في نجاح أو في فشل المجتمعات. كنا عم نحكي عن علم السلوك، يقول هناك سلوكيات ودودة تقرب الإنسان من الإنسان زي الابتسامة زي الاعتذار وغيرها، وهناك سلوكيات منفرة يجب أن نبتعد عن هذه المنفرة، منها التكبر، منها عدم الاعتذار عند وقوع الخطأ. هذا موضوع مهم جدا بعلم السلوك. الموضوع الثاني اللي بذكر فيه هو حديث محمد صلى الله عليه وسلم في موضوع الاعتذار، وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام. فلما يصير في مشكلة بين شخصين النبي حثنا بدون ما نحكي الحق عليه، وهو الحق عليه بالأخير حيطلع الحق على الاثنين، الجميل والأرقى والخيرية للذي يبدأ صاحبه بالسلام. طيب هذا إذا صديق وصديق، طب ما بالك بين زوج وزوجة، ما بالك بين زوجة وزوج، ما بالك بين والدين وأبناء أو أبناء ووالدين. يجب أن نهتم لهذه السياسة وهذه الثقافة حقيقة داخل بيوتنا. معنا اتصال هاتفي من يوسف. أم يوسف السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية، جزيك الخير. الله يعافيك يا يوسف. الهادف التربوي ما شاء الله، يعني الله يرضى عليك. بدي أغلب أقول عليك أمر كلمة أنا آسف. مرة شو يعني شفت هيك يعني عائلة ما شاء الله عنهم، يعني عندهم مستوى من التعليم جميل، بس انه استغربت انه ما حبوا انه ابنهم يحكي انا اسف. نعم يعني استغربت، يعني ما بعرف ليش. صحيح يعني يا ريت. نعم. وكثير انبسطت انه موضوعكم عن يعني هو انا اسف، يعني مش عارف يعني ليش مثلا هالاب انه ما حب انه ابنه يحكي مثلا اخطا انه يحكي انا اسف، بس انه يعدل سلوكه. ام يوسف وضحت انا اسف، يعني هو استغربت يعني دهشت مع انهم يعني عندهم مستوى التعليم فائق. تمام يعني اشكرك يا ام يوسف، وضحت الفكره تماما، وهذا موضوع هذا هدف رئيسي لحلقه اليوم، لانه في كثير ناس رائعين الحمد لله، الاردن كلها خيره والاردن كلها مميزه حقيقه، لكن في بعض هذا الدوز تبع قديش لازم اقول انا اسف، قديش ممكن احكي لابني بابا اعتذر من صديقك انت رائع وهو رائع، يعني المرة هاي أنا بعرف غفلت أو سهيت، صاحبك معاه الحق، لو سمحت تقول له أنا آسف. هذا شيء أساسي جدا. بعض الأسر نفورها عن هذا الموضوع يضر بأبنائها، وأنا بحكيها على الهواء مباشرة، من أسباب توتر الأطفال هي عدم قبولهم لموضوع أنا آسف، لأنه الطفل بطبيعته فطري سليم قريب من الله، فلما أنا أمنع من أنا آسف حيشعر بالتوتر، حيعرف حاله غلطان وبالتالي راح يصير متوتر. بعلمه للأسف العدوانية، بعلمه سلوك أو صفة خطيرة جدا اللي هي النرجسية أو الأنانية اللي حكينا عنها في حلقات ماضية. معنا مين على الاتصال؟ يزن سلام عليكم. السلام عليكم. أهلا يا يزن من عمان، تفضل يا يزن. دكتور الله يرضى عليك. دكتور لما تعتذر من الأطفال ويصير على عناد وعلى يعني ما يرضى الاعتذار، مش سامعك يا زلمة، لو تعلي صوتك شوي صغيرة. لما تعتذر من الأطفال ويصير على العناد اللي هو فيه أو على رأيه، شو ممكن نتصرف هاي الحالة؟ السؤال مش واضح، سامحوني بالله، بس وضحوا لي السؤال شبابنا. السلام ماشي يا زلمة. أوكي أنا صراحة ما قدرت أسمع السؤال فأعذرني يا زلمة. موضوعنا إذن الاعتذار وأنا آسف، وبدي أحكي عن تكنيكين. يا يزن لو ترجع تتصل بنكون سعداء جدا، عشان صراحة أنا آسف والله ما سمعت سؤالك. الموضوع اللي بدي أقوله موضوعين مهمين جدا جوا الأسرة. موضوع بعض الأسر بيقول لك يا عمي أنا ما بغلط مع أبنائي، والله العظيم ما بغلط مع أولادي،
مع انه انا مش كثير يعني مؤمن بانه ما فيش انسان بيغلط مع اولاده، لكن على فرض انه هذا موجود بحكي لهم يجب ان تقوم بسلوك يستوجب الاعتذار، بس مش سلوك طبعا ضخم. يجب انه ابني يشاهدني بعتذر له وبعتذر لوالدته وبعتذر لوالده، هاي السياسه لازم يعيشها ابني. واحنا من الكلمات السحريه، من اهم الكلمات السحريه، وانا في شيء بسميه التربيه بالكلمات السحريه، من اهم الكلمات انا اسف. خلينا نشوف اتصال من زين. زيد سلام عليكم، كيفك يا زيد؟ وعليكم السلام، تقبل الله طاعتكم يا شيخ. الله يرضى عليك تقبل الطاعات، بس عن علي صوت شوي يا زيد. تفضل يا زيد. استاذي على الاسف انا بالنسبه لي انا بتاسف لابني دائما كل يوم. جميل. وللمراه كمان لازم الواحد يتاسف لها. جميل. تعتذر من ام زيد ابو زيد؟ اه طبعا اكيد. جميل، هذا نموذج حقيقي يعني. بشكرك يا ابو زيد، شكرا يا ابو زيد على الملاحظه، هاي مهمه جدا وعن جد. بس احنا ترى ديروا بالكم بدناش نعلم، مرات اذا زاد الاعتذار ممكن يشعر طفلي باني ضعيف امامه او يشعر بضعف من زملائه. حلو تكون في مكانها وحقيقه تكون معالجه لخطا ربما ارتكبته. في موضوع ثاني حاب احكي فيه قبل ما الوقت كالعاده يسرقنا، موضوع دائره الاعتذار. وهاي بتمنى وبترجى معلمين المدارس ومعلمات المدارس اللي هم تيجان على رؤوسنا وأحبائنا الله يرضى عليهم، وحتى الأم والأب في البيت، عشان أعلم أطفالي إذا حسيت حالي مقصر بهذا الموضوع أو مش منتبه له، نعمل من إشي بنسميه دائرة الاعتذار. وهذا التكنيك في المراهقة بنستخدمه عشان نعالج البولينج أو التنمر أو الاستقواء، أو لما أشوف مزاج الصف متعكر كل فترة فترة بستخدمه، أو في بيتي نعمل دائرة، نمسك يدين بعض نعمل دائرة بالأخير، والمعلم مثلا يقف بالنص أو عطرف في مكان ما، بقول أنا بدنا نعمل هاي اللعبة، لعبة الاعتذار أو دائرة الاعتذار. أنا بعرف إني حالي غلطت أكيد مع إنسان، وأنا إنسان بغلط وبصيب زي ما حكى محمد صلى الله عليه وسلم، بدي أوقف بنص الدائرة وأتوجه لأحد زملائي أو لأحد إخواني في البيت أو لماما أو لبابا أو لمعلمي وأقول له أنا آسف عملت واحد اثنين ثلاثة. حلو جدا نعلمهم سياسة الاعتذار بهاي الطريقة اللي هي دائرة الاعتذار، وحشرة عنها أكثر. لكن بعد ما نأخذ أختي خديجة من عمان. خديجة السلام عليكم. متين أخرى بليز. فصل خط، فصل خط. أوكي أوكي خديجة الله يرضى عليك. فالموضوع دائرة الاعتذار فكرة كثير جميلة جدا. بنوقف وتخيل الصبايا واقفين مع بعض أو إحنا في البيت أو حتى الشباب بيوقف. طبعا أولها حيكون في حاجز، خاصة إذا كان صفي وخاصة مع يافعين بعمر تاسع عاشر اللي شوية عندهم الإيجو عالي. لكن لما أبدأ أنا كمعلم وأتقدم جوا الدائرة وأتفرج لأحد الطلاب وأقول له أنا كتير آسف، أنا بعرفك إنسان مميز، هذيك اليوم عن جد كان صوتي أنا بعرف عالي شوي، أنا عن جد آسف. وبرجع المعلم، مين حابب مين حابب، حتلاقي طالب بيطلع. جربتها أنا عشرات المرات بل مئات المرات مع شباب صغار ومع صبايا ومع يافعين ومع يافعات في غاية الروعة، حتى جوا البيت نعمل دائرة ويلا. أو إحنا قاعدين على غرفة القعدة بدنا نحكي آسف، لمين حاب تحكي آسف يا أحمد، لمين حاب تحكي آسف يا سوسو يا فوفو، جوا البيت عشان نتعلم ونعلم أولادنا سياسة الاعتذار. إذا هدول التكنيكين مهمين، الأول لو ما بغلط مع أولادي بدي أغلط شوي صغيرة وأعتذر لهم، وحلو يشوف يا زوجتي يا حبيبتي يا معشوقتي أنا آسف صوتي طلع شوية وأنا عن جد آسف، كنت تحكي معي وأنا ما كنت منتبه أنا آسف. ترى ديروا بالكم ميزان الأطفال دقيق جدا، وما يراه الطفل ويشاهده في البيت يجب بالفطرة أن يطبقه معكم جوا بيته ومع أصحابه في المدرسة وفي الشارع وفي الحارة وفي كل مكان. فلما يشوف الأب عم يعتذر لزوجته أنا آسف آسف كنت تحكي معي وأنا ثواني كنت مع الموبايل أنا آسف تفضلي ارجع أنا معك الآن. هاي سياسة تعظيم لشأن الأب جوا البيت. والخلافات موجودة وإحنا بدنا نخففها خاصة قدام الأبناء، لكن لما يصير لا سمح الله في اختلاف بين الأزواج أو خلاف بين الأزواج ويشوف ابني إنه قدام أبنائي شوية انفعلت وبجوز كنت حاد، فأجيب زوجتي وأقول لهم أنا بصراحة والله قوة أنا بصراحة اليوم بحكي لماما آسف قدامكم لأنه كان صوتي عالي كان سلوكي مش مقبول، أنا بحب ماما، عشان تعيش أسرتك مطمئنة بشكل دائم. أنا بدي أوجه صراحة للمدارس والجامعات وبالذات الجامعات، لأنه اعتقادي أنه وزارة التعليم العالي يجب تغييرها تغيير حقيقي، مسمها من وزارة التعليم العالي إجراءات للمواد والرسوب والنجاح ومعادلات الشهادات مع أنها مهمة لوزارة التربية والتعليم العالي. أنا بعرف أنه زيادة كلمة تربية بجوز ما تكونش ذات جدوى، لكن بتمنى تكون ذات جدوى، بتمنى أنه البعد التربوي البعد السلوكي البعد القيمي
يكون جوا وزارة التعليم العالي وتنفض عن حالها وزارة التعليم العالي غبار العمل الروتيني لحقيقة العمل التربوي والقيم السلوكي، ونبدأ نقيم مدرسي الجامعات بهذا المجال اللي متمنى يتميزوا حقيقة بموضوع الاعتذار. بكرة موضوعنا خطير، الكل طلب نحكي فيه، وحلقة أخرى عن تربية الأجنة بكرة بنفس الموعد الساعة 7 على الهواء على رؤية. إلى ذاك الحين أستودعكم الله، السلام عليكم.